ديال انتفاء الوباء والشروط الصحيه. لان المبدا الاساسي الذي تشتغل عليه الوزاره هو التعلم والتعليم حق للجميع، يكفله دستور المملكه وتكفله جميع المواثيق الدوليه، وهو حق انساني مشروع وكوني. ولكن السلامه الصحيه ايضا ضروري من ان يتم توفير شروطها. اذا قلت بان نحن نستقبل موسم يعني استثنائي ونندرج فيه، والملامح الاوليه لهذا الدخول تمت اليوم، وقد عقدنا لقاء عن طريق تقنيه التواصل عن بعد او الفيديو كونفرنس عبر مصطحه تيمز مع المديرين، فتاكدنا من التحاقهم جميعا بالمؤسسه التعليميه. لنعلم بان جميع المؤسسات التعليميه على صعيد الاقليم قد افتتحت هذا الصباح، وداخل المؤسسه التعليميه وضعت رهن اشاره جميع المرتفقين جميع الاباء للاستمارات الخاصه بالتعبير عن الرغبه في التعليم الحضوري. هذا الهدف من هذا الرغبه اللي حددها الوزاره ثلاثه ايام هو تنظيمي، ليس الا هو تنظيمي، لاجل ان يتم وضع استعمالات الزمن خاصه ومكيفه وفق هذا النمط، وتحديد يعني الزمن لان تقسيم الافواج وايجاد الشروط اللازمه. اسمح لان الوزاره المخططه واحد المشروع كبير، راه صراع ومعركه كبيره باش خلصنا الاعداد ديال الاقسام في الثلاثه، ما يمكنش نعاودوا نرجعوا داك الشيء ديال 60 و70 ونرجعوا للفوضى. اذا هذا هو الاطار، والان راه عطينا السلطه للمديرين باش يتدبروا هذه العمليات، وبالتالي بعد اخترت بعض الشروط القدير ان هذا الاب اللي تيطلب المغادره ديالو اللي تيوصل عندي، راه كاين المغادره اللي تتم بطريقه غير يوصل عندي، لا خلص المدرسه ولا تفك هو وياه ولا شي حاجه، ولكن اللي وصل عندي انا تنقول له مزيان بغيتي المغادره مزيان، انا غادي نضمن لك حق المغادره، وحنا راه بامكاننا نعطيو المغادره من هنا، كيفاش تعرفوا؟ ما راه عندنا في غادي تزداد الله يجزيك بخير، تدخل هذه المؤسسه الفلانيه كذا، تنشوف البنيه التربويه ديال ديك المؤسسه. تنشوفوا الموافقه ديال ديك وحنا واعيين بان هذه العمليه غادي دير عندنا ارتباك، كنا على يقين يعني ان في البدايه حنا تنعتبروها حنا راه تنأطروها وتنظموها كما يجب. اذا الخصوصي اللي عنده شي وثيقه ديالو راه ما كانش الرهن صافي، دابا حتى ديك الوساطه ما بقيناش تنديرو في الوساطه، ما تنتقبلوش من حد يقول لك خلصي ولا ما خلصنيش، خلصك ولا ما خلصكش، راه الجائحه هذه ماشي انا باش نجبر الضرر، وغير باش نشيروا لواحد القضيه عمليا، راه في هذا الجانب هذا راه حنا كمؤسسه كاداره راه ما تنتصروا حتى شي طرف، لا المدارس الخصوصيه لا الاباء والاولياء، لان كاين اباء واولياء اللي بامكانهم يخلصوا داك شغلهم ورفضوا فقط، وكاينين اللي ما يمكنش خصو يخلص لان الجائحه راه ضربت الجميع. غادي نجي لهاد حراس المؤسسات الله يجزيكم بخير، هذا اولا واحد الاطار مفوض، ماشي حنا اللي تنقوموا به كخدمه ديالنا، حنا تنتعاقدوا مع شركات منوله بحال الشيفور ديال الطوبيس، بحال هاد الشركات ديال المناوله، طبعا عندها واحد لي سي بي اس ديالهم اللي على اساسه بعدا تيكون داي داك المارشي، القضيه ديال التكوين ديال هاد الناس الى اخره، باش ما نبقاوش نشوفوا الجانب الممتلئ الجانب الفارغ من الكاس، هو فين ما كاينه الطبيعه الانسانيه راه فيها الاستثناءات في كل شيء، راه هاد الناس عاوتاني داخل المؤسسات دابا ملي تنقدروا نوصلوا لو كان ما كاينينش غتكون وضعيتنا كارثيه، وراه كاينين مساكين جنود خفاء اللي تيقوموا بواحد العمل يعني تتلقى المديره او المدير معاه غير الله ومعاه هذاك، تيحل الباب ويسد الباب ويراقب حتى الدراري ويعاون حتى الاباء الى اخره. اذا في هذا الكونتكست هذا هذه الاشاره اللي قلتو حنا غادي نبلغوها للشركه الوصيه، وحنا غادي نتفاعلوا في سياقات معينه مع شكايات محدده بعينها، خاصه ما يتعلق بالتلميذ. التلميذ غادي يمشي للمدرسه ماشي باش يتهان، ماشي باش شي واحد يقوم بواحد الوظيفه اللي ما ديالتوش، الوظيفه باش يمشي للمدرسه راه مشى عند معلم تلقى تكوين وتلقى تخطيط وتلقى كذا كذا، اذا كل واحد يحترم حدوده، ومن خلال منبركم تتوجهوا للاباء والاولياء في الحالات المستعصيه انهم يتجهوا لنا في هذه الحاله. نعم وتحمل المسؤوليه. يا الاستماره هي واحد المعطى وطني
وراه شرح فيكم السياق باش تدرس وطنيا، هو راه الاختيار اللي مديور دابا هو التعليم عن بعد. ولكن لان هناك فئه تظلمات ما تيوصلهاش التعليم عن بعد كاع، الوزاره ارتأت بانه نزولا عند رغبه الاباء، وغادي ناكد عليها ونقولها، وفي اطار تحمل المسؤوليه، ان الان الحضور حتى العرس حتى العرس حتى الجنازه راه مسؤوليه، باش نبقاو واضحين. دابا انا عندي مثلا واحد مات من عائلتي الجنازه وكذا، انا راني مسؤول على ولادي، ما نديهمش مثلا، لان كاين قانون تيأقر الا انا تفرض عليا، وحتى الا مشيت لشي حاجه راني مسؤول على السلوك ديالي، خص البابيط ديالي خصني نديرها، راه التباعد خصني نديرو. بما ان الامر يتعلق بمساله اطفال، حددتو دابا السن ديال التمدرس الى اخره، راه يكذب عليكم الكتاب يقول لكم بان المدرسه بوحدها، لان هذا راه تنبني على واحد الوهم، راه حنا ما تنقوموش بالتربيه بوحدنا، راه هذا الفعل التربوي وهذا العقل اللي خصو يواجه كوفيد ما دخلش فيه غير العلوم وليزيكزيرسيس راه داخل فيه واحد العمق ديال التربيه اللي ما يمكنش يديرو الا الاب. راه الدور ديال الاسره راه اساسي. بالتالي هذا الاختيار ديال اننا الولد يتحرك بحريه في زمن لا حريه، لان هذا الزمن هذا شنو هي الطوارئ؟ راه اللي خصنا نفهمو هو اللا حريه. انا الحريه ديالي ما تنقبلش كاع هذه، ولكن ملزم عليا نديرها. انا كون لقيت تحل الجامع نبقى معتك فيه، ولكن ما لقيتوش. انا كون لقيت المقهى او الفضاء اخر يبقى مفتوح كما بغيت، ولكن اذا راه واحد الزمن عنده قيود. اذا باش نواجهوا هذا الامر هذا، المدرسه ما يمكن لهاش بوحدها تكون مسؤوله بوحدها. هذا هو الجانب ديال المسؤوليه، راه تنهضروا على المسؤوليه التربويه. وقع الشيء من يتحمل المسؤوليه؟ من نعوش النقاش، راه كوفيد اللي بريزون شارج بار الدولة، راه هذاك برابا ديال الدور النشر صافي بريس وكذا، بصح كوفيد راه نعس في السبيطار بحالو بحال واحد طاق معاشو. دابا مثلا راه مازال ما اتضحش بان شي حالة ديال كوفيد تأكدات وقالوا له دبروا حالك، راه الدولة تتحمل المسؤولية. كل ما داز منا وهاد كوفيد فيه لا اسيرونس لا حتى شي حاجه، فيه قدر ديال الله سبحانه وتعالى، الله ينجي وليداتكم ووليدي ذاك الجميع، وما الا خسرنا فيه يا في ولدي يا في انا، راه خسرت المدرسه وخسرتي انت وخسر الوطن. اذا هذه القضيه ديال شكون اللي تيتحمل المسؤوليه، حنا ما تدارتش هذه الاستماره من زاويه انه نجي نقول لك لا. اولا بغينا، اولا علاش درت هذه الاستماره؟ لان الشروط الصحيه ديال المؤسسات مهما كانت، مهما كانت واسعة ومهما كانت، لا يمكن أن يسمح فيها ككل بأنها تشمل جميع التلام ديالها. إذا ملي تنديرو معاك الاستمارة تنقول لك أسيدي اسمع، راه واخا تتقول التعليم الحضوري راه كاش التعليم الحضوري ديال 100%. دابا جاو عندي شي صحفيين من القناة الأمنية، سيناريو ديال البريزون شارج 100% ديال الولاد. أحسن الأحوال وعلى حسب النموذج التربوي اللي عطينا، إلا قدرنا نستضفو التلميذ لفترة محددة، وخصو إذا جا الصباح ما يجيش في العشية، جا في العشية ما يجيش، يعني وفق الظروف ديال كوفيد، داك الشيء راه مشروح في البروتوكول اللي موضوع تحت المذكرة. إلا قدرنا نوفرو ليه يجي ثلاثة د الخطرات في السيمانة، سي لي ديال. سي لي ديال. بمعنى آخر هذه القضية. هذه القضية ديال الاستمارة، إذا تتجي هاد دابا راه تنحلل راه بحالي بحالكم، على مفهوم الاستمارة. الاستمارة باش نعرفوا الأعداد، حنا الآن راه تنتظروا باش ننتظروا. هو التوقعات ديالنا ربما كانت خاطئه، ولكن ما يمكنش تخطا حتى لا بريرو 3، لان في البدايه كما تتقولوا انتم كلشي غادي يجي يقول لك بغي يجي ولدي، ولا كلشي يقول لك ما يجيش ولدي، ولا شي. اذا باش يكون عندنا هذا الاحصاء، مع العلم اننا غادي نوفروا هذا التعليم، هذا النمط لكل من لديه رغبه مهما كان العدد، لان هذا العدد غادي ندقوا معكم دابا كما يليق. حنا وفي الاوساط اللي فيهم هاد الوضعيات هادو، عندنا دابا عدد الاقسام اللي هي اشكاليه في الاقتدار جد محدود، نشرح لكم معايا. مثلا الا عندي 4000 قسم على صعيد الاقليم، راه عندي واحد 20 قسم الان على مستوى الثلاثة هي اللي تتبان لي بلوس سيكوند، وفي اماكن ما يمكن ما عندي ما ندير.
ولكن راه ملي تناقش 20 قسم في وسط 4000 راه تتولي الامر طبيعي. والقسم علاش الاكتظاظ؟ لان كاينين شي حوايج اللي ما عندكش عليهم الحل. مثلا الموارد البشريه راه الاستاذ راه بحساب راه 14 كتساوي 15. مثلا كاين بعض الخطرات كاع البنيه ديال المؤسسه كاع العدد ديال الاقسام وكذا وتتشتغل ما بين 12 وجوج وكلشي ولكن بالرغم داكشي ولكن هادشي كما قلنا ما خصناش ندخموه وراه عندنا واحد النسبه جد محدوده راه عطيتكم دابا القياس الا عندنا 20 قسم وسط 4000 اما الباقيه فعندنا واحد التفعيل الحقيقي ديال المذكر المثالي اللي عقدتو عليها ديال 30 في القسم في التحضيري وكذا وديال 40 هادشي كذا. اذا ملي تنجيو كاع على البريط ان جات 36 راه غادي نفوجوا القسم على جوج 18 40 باقصى تقدير غادي نقسموا القسم على جوج والقسم تيهز 40% بمعنى كل واحد غادي يجلس في الطبله وتنعبروا حنا ديك الطبله تيجلس واحد التلميذ هنا العبار راه جاي في البروتوكول محدد بالمتر ها الدور ديال التربيه حنا لا ما صغيرش لا دابا الى عبرناها تاخذ داك متر سيكوند مثلا جالس واحد هنا حدا الحيط الاخر تيجلس هنا الاخر تيجلس هنا الاخر تيجلس وهذا التدبير راه مناط بالمؤسسات التعليميه وبالتفويج وبالتقدير اذا راه الوزاره جاهزه لكل اللي طلب شنو المشكل في هذا الشيء هذا كله؟ وانه دابا راه المديرين تاع كلهم باش نرجع واحد القضيه ديال النظافه اللي شرتوا ليها الى اخره راه المؤسسه تاعها تحل اليوم راه ما الحساب ما كانش لي عقاب هذا وضع ديال اللي تقولوا بعد بمعنى اللي عنده ذاك الحريص راه نواور وهاد الحراس راه ما مشمولينش في الابتدائي اللي هو المشكل لان الثانويات راه ماشي مشكل راه كاينين دوك اللي تيجفوا وكذا ولكن راه كلشي في العطله كلشي كذا راه عاد دخل الراس المدبر اللي هو المدير والمدير راه بحال داك لو سولدا لو شيف اللي تيدخل واحد ان شومينو يعني ها اللي تسولوني عليه قولوا لي داك المدير المساكين اللي دخلوا دوك الادغام واش فهمتي ولكن راه الامر يستلزم ذلك انا براسي انا راني ما خرجت حتى لدوز ودخلت في 14 واش دابا نبقى نسال واش هاد القاعه اللي غادي ندخل لها انا قلت لهم قادوا هاد الشيء وكذا كذا واش تعقمت واش ما تعقمتش واش كذا ولكن صافي بقاتش عندنا ديك الكبده هنا في المحطه بين قوسين بان الناس تبقى تقول كاع بعض الخطرات عندي الديان ديالي ستر حبس ولا قلت لي كون جاب واحد هذاك المرض راه يمكن يجيب الله شويه الراحه واش تصوروا هاد بمعنى اخر راه ماشي شي اختيارات درناهم ولكن ما يمكنش تهبط من السفينه في هذا اذا المدير الان رغم اتخاذ العده وهذه العمليه ايضا نشكركم على انكم وجدتوها وتساعدونا من خلالها نشرها اكثر ان المدير وجه لهم باش يتوجهوا باليد لجميع الفاعلين الجمعيات الجماعات الادوار ديال الجميع وننتظر بان الاستجابه ان شاء الله غادي تكون على غير هذاك الشيء اللي شفناه في البكالوريا ان جميع البنادم فوق من هادشي هذا كله حنا خدينا الاجراءات اللازمه باش نوفروا الظروف حنا ما يمكنش تفتح المدرسه واحد النهار ناخذوا طه حسين فيها 1500 تلميذ انهم شي صباح يجي 1500 تلميذ ابدا ابدا يعني النموذج التربوي ولا ما التربوي غادي يتدار على حسب التقسيم باش يكون العدد اللي غادي يدخل متحكم فيه غادي يتحدد الباب ديال الدخول والباب ديال الخروج يعني هو النصف لا شوف كاين مؤسسه اللي النص ديالها 200 كاين مؤسسه اللي النص ديالها 1200 راه كاين المؤسسه اللي غادي يدير التفويج على اربعه ديال لي جروب واش فهمتي دابا هذا النمط هذا هو اللي تيشتغلوا عليه دابا المديرين مع الاساتذه ديالهم بالتنسيق مع الهيئه ديال التفتيش باش يصدقوا عليه باش يقول لها شنو غادي تقري من واحد حتى لسان تكمم ولكن باحترام شو ما تقربش منه ما تمشيش تبوسو لا غير فهمني دابا دابا وباش ما تمشيش تبوسو باش تبعد منه راه خصني الاسره راه خص واحد اللي غادي يجي يعاوني باش يقول لبنتو الصغيره ولا ولدو عندك تلاقاي مع صاحبتك عندك ولا بابا عندك اذا هذا هو السياق العام
الاثمنه راه شرطيها بان احنا ما داخلينش. اسمح لي اش ندير الاكتظاظ والحضوري راه شرحت عليه معنا مهما كان الاكتظاظ غير باش تاخذوا ما تقوليليش الاكتظاظ راه بغاو كاملين راه ما كاينش راه حنا البنيه غادي نحددوا غادي نوليو نديروا بحال غادي نسقيو تنقولوا حنا في الشبحه راه تعرفوا لا تعرفوا حلال حلال هو الكسكسو باللبن سيكو غتقول على السيطره ولا حاجه تيقول سقي داك الشيء اللي تقدر تاكل نحلو حنا دابا الاستمارات اللي غادي تجمعوا الفريق التربوي ديال المؤسسه والمعلمين الى اخره غادي يديروا الفوج واحد قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.